سعادة تمتد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عمر، كيف كان يومك الدراسي؟ لعله كان سعيدا. نعم يا أبي، الحمد لله، كان يوما ممتعا، علمنا أستاذنا أشياء جديدة، وسوف يحدثنا غدا إن شاء الله عن موضوع جديد اسمه الوضوء. الوضوء سوف يكون درسا شيقا بإذن الله. ولكني يا أبي لا أعرف شيئا عن الوضوء. حسنا يا عمر، سوف أحدثك عنه الآن، ولكن اذهب وغير ملابسك ثم تعال إلى حوض الماء. حاضر يا أبي. هيا يا أبي، فأنا متشوق لمعرفة الوضوء، فما هو الوضوء؟ صبرا صبرا يا عمر، لا تتعجل. الوضوء يا بني هو عبادة جليلة من عبادات الإسلام، كتلاوة القرآن الكريم وذكر الله وبر الوالدين. وماذا أيضا يا أبي؟ وفيه نقوم بغسل بعض الأجزاء من جسمنا بماء نظيف مثل هذا الماء. الماء، ولكن ما الأجزاء التي نغسلها؟ إذن هيا يا عمر افعل مثل ما سأفعل تماما. أولا نغسل الكفين 3 مرات هكذا. أغسل الكفين 3 مرات هكذا. ثم نمضمض الفم أيضا 3 مرات. الفم 3 مرات. ثم ننظف الأنف بالماء 3 مرات. الأنف. ثم نغسل الوجه كله 3 مرات. ثم نغسل الذراعين 3 مرات. نبدأ أولا بالذراع اليمنى ثم الذراع اليسرى هكذا، ثم نمسح رأسنا بالماء مرة واحدة. نمسح رأسنا بالماء مرة واحدة. ثم نمسح الأذنين هكذا. وأخيرا نغسل الرجلين 3 مرات. نبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى هكذا. رجل اليمنى ثم اليسرى. وبهذا نكون قد انتهينا من الوضوء يا عمر. مدهش، يا له من عبادة رائعة تجعلنا في نظافة دائما. ولكن يا عمر لابد أن نتوضأ قبل الصلاة. سعادة تمتد.